لأن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذا مباشرة كنحيي جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه، وتحية طيبة، تحية عطرة للجميع سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه، ونتمنى أنكم تكونوا على ما يرام. أكيد. إذا شنو رأيكم متابعين الأوفياء؟ شنو رأيكم متابعين الأوفياء المتسولين للأسف الشديد اللي كتسولوا الأطفال الصغار؟ للأسف هاد المتسولين للأسف الشديد والبعض منهم كيديو أطفال صغار كيعلموهم السعاية، كيعلموهم السعاية من الصغر ديالهم. للأسف الشديد شنو غادي يكون المصير ديال هاد الأطفال الصغار؟ طبيعة الحال أنهم غادي يحترفوا التسول، وغادي يوليو كيتسولوا في الكبر ديالهم للأسف الشديد. إذا مباشرة من مدينة العرائش في الجولة الليلية عبر شوارع وأزقة المدينة، شنو رأيكم متابعين الأوفياء في المتسولين اللي للأسف الشديد كيتسولوا أو كيعلموا الأطفال الصغار، كيعلموهم السعاية للأسف الشديد، وما أكثرهم كيكونوا خصوصا واقفين أمام المساجد وكذلك في الأسواق وفي مجموعة ديال الأماكن كنلقاوهم يعني جالسين ومعهم أطفال صغار كيتسولوا بهم للأسف الشديد. شنو المصير ديال هاد الأطفال الصغار من غادي يكبروا؟ شنو المصير متبني الأوفياء ديال هاد الأطفال الصغار؟ ظاهرة التسول للأسف الشديد متبني الأوفياء اللي كثرت الآونة الأخيرة، كتمشي للجامعة كتلقاهم الله يحسن العام بطبيعة الحال، كتلقى الناس جالسين كيتسولوا، كتمشي للأسواق كذلك ومثال، كتمشي للمخبزات، كتمشي للأماكن العمومية، فيما مشيتي كتلقى مجموعة ديال الناس كيتسولوا بالأطفال الصغار. الظاهرة التسول كما قلت لك كثرت للأسف الشديد، وكاين البعض منهم الله يهديهم لأنه كيستغلها وخدها كمهنة أو كحرفة للأسف الشديد. تحية الأخت مالك محمد، مرحبا بك فاطمة، تحياتي لك، مرحبا بالمتابعين الأوفياء. إذا كما قلت المتابعين الأوفياء، شنو رأيكم في هاد المتسولين للأسف الشديد؟ المتسولين اللي كيديو الأطفال الصغار وكيتسولوا بهم وكيعلموهم السعاية للأسف الشديد. للأسف شنو هو المصير ديال هاد الأطفال من غادي يكبروا؟ أكيد أنه غادي يحترف السعاية، غادي يولي محترف، لأن في الصغر ديالو تعلم، في الصغر ديالو مين كان باقي طفل صغير، باقي طفل مين تحرم من الدراسة ديالو، تحرم من اللعب ديالو، ومشى مع ديك السيدة، الله يحصل لهم العون الجميع أكيد، مشى مع ديك السيدة أو مشى مع ديك السيد أو مشى مع ديك الشاب، على أساس أنهم يقلبوا على لقمة العيش أو يمتهنوا السعاية للأسف الشديد. كريمة تحياتي لك، خي زهير مرحبا بك، خي زهير تحياتي لك. إذا كما قلت للأسف الشديد هاد الناس هادو اللي ما عندهمش ضمير كيديو أطفال وكيستغلوا البراءة ديالهم، كيديو الأطفال الصغار وكيسعوا بهم أمام المساجد وفي الأسواق وفي الأماكن العمومية. شنو المصير متبين الأوفياء ديال هاد الأطفال الصغار مني غادي يكبروا؟ شنو غادي يوليو للأسف الشديد؟ شنو غادي يوليو هاد الأطفال الصغار للأسف الشديد؟ منين غادي يكبروا؟ شنو المصير ديالهم أمام المجتمع؟
أطفال بدون مستقبل للأسف الشديد. للأسف الأطفال نقص إنسان اللي بسيد شيء تسول ماشي عيب، كل واحد الله يحسن العون، كل واحد الظرفية ديالو، ولكن الأطفال ما خصناش نعلمهم السعاية من الصغر ديالهم. الأطفال خصنا أننا نكافحو معاهم، خصنا نقريوهم ونخليهم يلعبو، لأن كيبقى الطفل صغير ما خصناش نعلموه السعاية من الصغر. للأسف الشديد الطفل ملي كتعلمو السعاية من الصغر ديالو، شنو غادي في نظرك غادي يكون في المستقبل؟ أو مني غادي يكبر شنو غادي يولي؟ الطفل من كيمتهن وكيتربى وكيحل عينو واحد الظاهرة ديال السعاية، شنو غاتنتظر من هاد الطفل هذا من غادي يكبر؟ أكيد أنه غادي يحترف مهنة السعاية، حنا ماشي ضد السعاي، راه الله يحسن العون للجميع، كل واحد والظرفية ديالو، كل واحد وشنو عنده. أنا معاق متسول كريم قوة ذهنية بزاف، ما عنديش وليدات صغار، هذه بنتي أين؟ انا ماشي ضد التسول الخير ديالي، الله يحسن العون الجميع كما قلت، ولكن انا ضد بعض المتسولين اللي كي يستغلوا الاطفال الصغار كيديهم معاهم باش يتسولوا بهم شنو المصير ديال ديك الطفل من غادي يكبر. شنو المصير ديال ديك الطفل من غادي يكبر؟ من غادي يتعلم السعاية من الصغر ديالو كيف شنو غادي يولي؟ إذا الآن كنتوجهو بشارع جنان باش عقبة بنو نافع، من بين الأحياء الشعبية اللي أكثر كثافة سكانية من مدينة العريش، الكل كيعرف جنان باشا وما أدراك ما جنان باشا، الحركية والقلب النابض للمدينة العريش، هنا كتكون الحركية وهنا كتكون يعني كتكون الأمور محركة، هنا المحلات التجارية، إذا لازلنا متبعين الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش، نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام. أكيد دان شنو رأيكم متبعين الأوفياء في بعض المتسولين اللي كيستغلوا الأطفال الصغار وكيديوهم معاهم باش كيتسولوا بهم. للأسف الشديد هاد الظاهرة هذه اللي كثرت في الآونة الأخيرة، وللأسف كنلقاو متسولين أمام المساجد أطفال صغار، الله يحسن العون للجميع، كل اللي ما لاقيش الخدمة، كل اللي ما عندوش الدافع للخدمة، وكل اللي معاق بحال اللي قال الأخ في التعليق، الله يحسن العون للجميع، ولكن ما تستغلش الأطفال الصغار وديهم معاك، شنو دير من ديك الطفل؟ في نظرك شنو غادي يكون ديك الطفل في المستقبل؟ وأنت كديه معاك أنه يتسول به، شنو المصير ديالو؟ Thank you.
لان كنشكروا جميع المشاهدين اللي شاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش. نتمنى انكم تكونوا على ما يرام. اكيد نتمنى اننا نتلقى بكم موعد لاحق ان شاء الله. تحياتي للجميع.